السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا ولقاء جديد من سوبر هاتريك. سوبر هاتريك هو اللعيب اللي بيحرز 4 أهداف في نفس المباراة، وده اللي احنا هنحاول نعمله كل يوم من خلال مطبخنا. لما نعمل أطباق نقدر نحقق فيها 4 أهداف، إن الطبق بتاعنا يكون أصح ألذ أوفر أسرع. يا رب تكونوا مسخنين عشان ماتش النهارده. هو مش صعب لكن مهم جدا وسخن جدا ومليء بالفوسفور، بتقالي كده عرفتوا ماتش النهارده تكون محتوياته ايه. اكيد هنعمل حاجه فيها سي فود. النهارده هيكون في معانا ان شاء الله طبقين. الطبق الاولاني هنعتبره كده ابيتايزر فاتح للشهيه، هو قوارب الافوكادو بالتونه. انا هشرح كل حاجه وما تقلقوش، هتكلم عن الافوكادو وهتكلم عن كل حاجه والتونه انتوا عارفين التونه كده، بس الافوكادو في ناس ساعات بتقفش من الفاكهه الاستوائيه والحاجات دي. الطبق الثاني معانا النهارده ان شاء الله هيكون مكرونه نابولي، اللي هي مكرونه بالسي فود. مش عايزين نضيع الوقت في الكلام، عايزين نشتغل على طول. انا هحضر بالنسبه للمكرونه السي فود عايزين 400 جرام مكرونه، ده طبعا لو هاكل 4 لـ5 افراد. خلاص انا هستخدم المكرونه السنيلز اللي هي الوادع دي زي ما انتم شايفينها، علشان يعني مع السي فود بقى وبتاع، فندي الاحساس بتاع السي فود. يعني عندي ميه مغليه، انا داخل الحلقه بالميه مغليه، يعني مش بحط المكرونه في ميه لسه هتغلي. المفروض نغلي الميه الاول وبعدين نحط فيها المكرونه. لو الماركه اللي انتم بتجيبوها من المكرونه مش واثقين فيها، تقدروا تضيفوا شويه زيت بسيط خالص 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 على الميه عشان المكرونه ايه ما تلزقش. حاجه يعني مثلا نقول معلقه صغيره زيت، ونبدا اول ما المكرونه تنزل نقلب كده عشان ما تلزقش في بعضها. اوكي، ونتابعها بقى كل شويه لان احنا مش عايزين المكرونه تعجن. يعني احنا نديها مثلا لك ايه، طالما المايه كانت مغليه نقول نديها من 7 لـ10 دقائق، ده بالكتير كده كتير. هنشك كل شويه، يعني هنجرب كده ناخد مكرونايه بطرف شوكه بحاجه وندوقها. المكرونه مش لازم تدوب في بقنا، يعني هو يبقى لطيف لو سبناها فيها قطمه كده يعني شويه. خلاص، فهنسيب دلوقتي بقى المكرونه تغلي وتتفاعل. اوكي، على ما المكرونه تغلي نضيع وقت؟ لا، احنا قلنا ان في هدف من اهداف برنامجنا ان الاكل يكون ايه، الهدف رقم 4 اسرع. ايوه، فهنعمل ايه بقى؟ هنبدا نحضر الافوكادو والتونه، قوارب الافوكادو. الافوكادو يا جماعه فاكهه استوائيه، يعني هي اصلا منشاها المكسيك، وبعدين انتشرت في دول امريكا اللاتينيه اللي هي جنوب امريكا، لان هي بتحتاج الحقيقه جو حر جدا ومناخ معين علشان تنمو فيه. الافوكادو انا عاوز اقول لكم ان هي يعني حاجه مليئه بالفيتامينات بالمعادن بالالياف بكل حاجه في الدنيا، يعني كل حاجه ممكن تلاقوها في الافوكادو. انا عايز اقول لكم ان ده حقيقي نبات سحري، هيدينا طاقه، هيقينا من امراض كتير جدا جدا جدا. ممكن يعني في الفصل اللي جاي اكلمكم اكتر عن فوائد الافوكادو. انا عايز اكتر دلوقتي نبدا ان احنا نشتغل علشان نعمل سلطه الافوكادو. انا محتاج او قوارب الافوكادو هو نوع من السلطه، يعني ابيتايزر زي ما قلنا او فاتح للشهيه. انا هحتاج ل4 قوارب، حبتين افوكادو يكونوا مستويين. هعرف ازاي وانا بختار الافوكادو؟ انا بمسك كده الحبايه واضغط عليها بصوابعي بسيط، لو لقيت بتحصل ضغطايه بسيطه معايا تمام، فالافوكادو كده مستوي يبقى تمام التمام. لو لقيتها محجره يبقى لا. خلي بالكم ان الافوكادو من الفواكه، هم بيقطفوه من على الشجر ناشف جدا، عشان على ما بيتحط في ثلاجات وبيتصدر لكل الدول بيكون خد وقته على ما يوصل لنا، يا دوب هيبقى في طريقه للسوى. زي الموز يعني لو مستورد بيجي من على السباطه اخضر، تمام. فعندنا حبتين افوكادو، عندنا تونه، والتونه اللي انا بستخدمها دايما بتكون لايت، يعني تونه منقوعه في محلول ملحي في ميه بملح مش في زيت، علشان احنا مش محتاجين اي دهون يا جماعه، نختصر الدهون اللي ملهاش لازمه، ولا هتلاقوها تونه مختلفه ولا طعمها متغير ولا اي حاجه، بس كل ما هنالك ان هي شويه صحيه اكتر. محتاجين 2 معلقة مايونيز نباتي، والمايونيز النباتي طبعا اقل دهون من المايونيز العادي اللي احنا متعودين عليه. هنحتاج زيت زيتون، هنحتاج مثلا عندنا بودره بصل، هنحتاج ملح، فلفل،
يعني هنتبل بقى الدنيا، وبعدين للتزيين بقى في حاجات تانية يعني، فيها تلاقوا طماطم وكابوتشي وشوية زحمة كده وسويت كورن اللي هو الدورة الحلوة، ده علشان التزيين. أنا مش هضيع وقت وهنبدأ بقى نشتغل على طول. سكينتي الحلوة فين؟ مش دي يعني، أنا هجرب دي بس، في سكين أنا بحبها أصلي. تمام، هعمل إيه يا جماعة؟ أنا هطير حتة صغيرة كده من الأفوكادو. تمام، انا مش متفائل بالسكينه دي، قفشتها اهي اهي، لقيتها تروح مني فين. اوكي، هعمل ايه بقى؟ هقطع الافوكادو بالطول خلاص، يعني هي قوارب فاحنا عايزين قارب. تمام، هعمل كده اهو، وهمشي بالقطعه كده لان في حاجه موقفاني في النص، تفتكروا ايه هي؟ البذره بالظبط كده. تمام، اهي بصوا بمنتهى البساطة عملت كده، والبذرة شوفوا بنت حلال ازاي، خلاص اهو خلصت كده، عندنا قاربين افوكادو. في حاجة في الحياة اسهل من كده؟ لا يمكن. هطير الحتة الوحشة، امشي يا حتة وحشة اهي، يلا باي باي جنب اخواتك. اوكي، هنقطع بالطول، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك؟ الحبايه دي مش مستويه جدا زي اختها، بس صالحه للاكل طالما السكينه غرزت فيها كده. تمام، بصوا يعني هنلاقي القلب فيه حاجات يعني، ده ما تقلقوش يعني، الالوان دي تمام يعني، ده تبع الموضوع خلاص. طالما القلب مصفر تبقى صالحه للاكل، لو لقيتوه لسه مخدر يبقى طبعا في عندنا مشكله ان هي لسه مش جاهزه للاكل قوي. تمام، عايزين بقى ايه، نطلع البذريه دي بس بالراحه عشان ما نجيش على اللحمه بتاعه الافوكادو نفسها ان هي ايوه ايوه الحمد لله على السلامة. اوكي، كده بقى عندنا اربع قوارب افوكادو. اشقر كده على المكرونه عشان ايه، ايوه تمام، انتي ماشيه تمام، استمر استمر. اوكي، دلوقتي بقى حان الوقت لاعداد الصوص اللي هيبقى جوه، اللي هو صوص التونه. ما تستغربوش، التونه هتبقى صوص. تمام، هنعمل ايه؟ هنجيب شوكه كده. التونه اللايت عموما هتلاقوها يا قطعه واحده يا قطع كبيره، مش هتلاقوا مفتته يعني، او انا عن نفسي ما صادفتش تونه لايت مفتته خلاص، فهنضطر ان احنا ايه نفتتها بقدر الامكان كده عشان نساعد في المهمه. هي طبعا كل الكلام ده هينزل يا اما في الكبه او في العجانه او في الخلاط واتسو ايفر، شوفوا بتحبوا تخلطوا الحاجه ازاي. تمام، فانا اسهل المهمه من ناحيتي شويه واعمل كده. تمام، في عندي ايه تاني؟ احضر كل مكوناتي كده معايا علشان انتقل لقسم العجين. زيت الزيتون طبعا محتاجه اهو، خلاص محتاج بودره البصل، محتاج ملح وفلفل، ملح فلفل اهو. تمام، خلاص انا كده زي الشاطر حضرت كل حاجتي عشان ايه لما افضل بقى رايح جاي رايح جاي بقى. تمام، وفي كمان حاجه مهمه جدا في المكونات، الكوكين كريم اللي هو كريمه الطهي. خلاص، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنبدا ننتقل لقسم العجانه. اتفضلوا بحضراتكم معايا من هنا. اوكي، هحط اول حاجه التونه اهو. تمام، يلا هحط الكوكينج كريم، ما نكترش عشان مش عايزين العجينه سايله يعني، ايه بالراحه بالويم كده. اوكي، نعقل الموضوع يعني. هنضيف دلوقتي معلقتين المايونيز بتوعنا النباتي، ها خلونا صحيين يا جماعه، وصدقوني صدقوني مش هتحسوا باي فرق في الطعم يعني. انا طبعا غير ان انا جربت الحاجات دي كلها على اصحابي وعلى اهلي وعلى كل الناس، ان احنا نطبخ اكل صحي بقدر الامكان، لو في اي حاجه فيها دهون نقللها، حاجه فيها سعرات زياده نقللها، ما حسوش باي فرق يعني، ما فيش حد اتضايق، حتى زملائي الاعزاء هنا في الاستوديو اما داقوا الحاجات. تمام،
كده بالظبط يعني نقطتين كده زيت زيتون. خلاص اخر حاجه هنضيفها مع بعض التوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل وبودره البصل، رشه ملح كده، وبرده ما نكترش، اللي عايز يكتر هو بياكل يزود هو من ملح السفره النعم، ورشه فلفل نفس الموضوع ما نكترش، بودره البصل حط شويه كده. اوكي ايوه شويه مرمرين تمام. اوكي كده انا هعجن، انا جاهز للعجين. بسم الله نشتغل. احيانا الموضوع هيحتاج لشيء من التدخل مننا، ف حته مايونيز كده كانت معصلجه مش عايزه تنزل تحت ضرس العجانه. ف كده تقريبا خلاص جاهز، هبدأ اخد الخليط بتاعي. ده الطبق احنا مش هنقدم فيه بس هنحشي فيه وهنحطه كده مبدئيا لغاية ما بقيت اكلنا كله يخلص، ونشوف بقى في النهاية هنزين الاطباق بتاعتنا ازاي. الموضوع يا جماعة بسيط خالص اهو، يعني القوارب اهي، انا هاخد الخليط بتاعي وخلاص المفروض كله امتزج ببعضه كويس قوي، وهعمل كده تمام. على فكره في ثمار افوكادو اكبر من كده في السوق هتلاقوها، فلو كده يبقى افضل. الافوكادو بالنسبه للناس اللي ما اتعاملتش معاه قبل كده، احنا كل اللي هنعمله لما هنقدم دوت على السفره ان اللي هياكل هيمسك الافوكادو معلقه صغيره ويبدا ياكل الصوص بتاع التونه بجزء من اللحمه بتاعت الافوكادو اللي هي اللي لونها اصفر دي. موضوع لطيف وهيعجبكم جدا على فكره، وحتى لو لقيتوا الافوكادو نفسه ملوش يعني طعمه مميز قوي، هو طعمه مش يعني هتلاقوه لا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، بس هو يعني المهم الاكيد اكيد ان هي حاجه مفيده تمام. ادي عندنا كده نملى القارب الثالث كده. مش هنكتر قوي عشان ما يسيحش. تمام، وعلى فكره لو دخل الثلاجه هيبقى كويس جدا جدا كمان ان احنا نقدمه للضيوف، وهو ايه يعني ساعة بيبقى ظريف جدا، يعني الموضوع بيبقى لذيذ، يبقى حاجه كده فاتحه للشهية، ابيتايزر ظريف على السفره. اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم، واعتقد يعني ان هو مش عايز اي خبره في الطهي ولا اي حاجه، موضوع بسيط جدا. اوكي انا انزل الزيادات عشان ايه نظبط الاداء بقى. تمام كده انا عندي افوكادو خلاص، معلش هنزل الزيادات برضو اسمحوا لي عشان انا احب الحاجه كده يبقى تبقى مظبوطه، واللون الاصفر الجميل بتاع لحم الافوكادو او اللايت جرين، هو اخضر فاتح قوي مش اصفر، هو لايت جرين، عامل زي ما بنقول كده قلب الخصاية، عارفين اللون الجميل ده. تمام هنشيل بقى ده على جنب
او نقدر نشيله في التلاجة زي ما قلت لكم. خلاص لو عاوزين تقدموه ساقع، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه في بقيه الحاجه اللي عندنا. المين ديش بقى المكرونه النابولي. اخبارك ايه يا مكرونه؟ زي الفل، انت كده تمام. هنطفي على المكرونه اللي بتتسلق، اوكي، وهنسيبها بس نستنى تهدى شويه صغيرين وهنصفيها. هنطلع دلوقتي الفاصل وهنرجع تكون مكرونه اتصفت واتشطفت، ونشوف هنعمل مع بعض المكرونه النابولي ازاي.